سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني ألا تتخذوا من دوني وكيلا ألا تتخذوا من دوني وكيلا إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسلام عليك يا رسول السلام.
مرحبا
صلى الله عليه وسلم. مرحبا